ليلة فرحان برشا 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 باستقبال عنديو خوي توما خدمتهم بالصوت تعرفوها بالإنسخمون زي ده يظل يتعرفوها نحكيو على دي بروجي اللي كنا اكتشفناهم في غريبالدي في حرقة في أطياف في تراب في ليكسنين رينيهم على ركح كارتاج رينيهم في دقة رينيهم في برشا بلايس أخرين فرحان برشا باستقبال خوي توما كل من نور وسليم عرجون لازم ينسى نقول نور عرجون وسليم عرجون مرحبا بكم الزوز عسلامة عسلامة صحو لكم لبس صح لبس الحمد لله كنتوا في صفاقس البارح اي ان كونسير في صفاقس قدام ان بوبليك اللي جاب الذمة باش يتفرج فيكم ان بوبليك اللي هو خلينا نقولوا صغار برشا في العمر ولا باناشي ولا كيفاش هو الأكثرية اللي جاونا البارح في صفاقس صغار في العمر وفرحانين برشا اللي دي جون جاو تفرجوا فينا كلهم ما بين 16 و 24 عام جو بونس الأكثرية معنا هي سي نوفيل كاتيجوري ان فيت جديدة اللي تزيدت من البوبليك اللي تبع فينا باسكو احنا برانسيبالمون لا كاتيجوري داج دور ما بين 20 25 35 شنو الحاجة اللي خليهم يتفرجوا في نور عرجون وفي سليم عرجون الموسيقى موسيقى لوجيكمون نصور على الاخر موسيقى اما بكري انا طرحت سؤال اما ماهوش في شكل سؤال هل يلزمني نقول نور عرجون وسليم عرجون يلزمني نقول نور وسليم عرجون ممكن الناس تخيبها كيسيون ستوبيد اما يظل وراها عمق وي وي وراها عمق على الاخر خمنا فيها برشا الحكايه هذه قبل ما نبداو البروجي حبينا نوضحوا اللي راهو فما نور عرجون كأنتيتي وفما سليم عرجون كأنتيتي وتلمينا مع بعضنا مش معاك تقول نور وسليم عرجون كلش عليها ك مع بعضهم عرفت ملمومة معناها شنو شنو اللي عند نور عرجون وما عندش سليم عرجون وشنو اللي عند سليم عرجون وماهوش عند نور عرجون هي اون فيت انا ونور اون اي تري كومبليمونتير ديجا في الطبيعة كل واحد عنده طبيعة ديفيرونت مي نكملوا بعضنا على الاخر فيها ومusicalement on est très très complémentaires Nour par exemple la musique elle est très mélodique elle compose les mélodies très très bien وانا نعرف نعمل layers كما يقولوا هما كيفاش نركب الحاجات فوق بعضهم دونك الخلطه هذيك تعطي نور عرجون وسليم عرجون كي تلموا مع بعضهم تعطي الحاجه هذيك الفيوجن هذه نور عرجون باش نخلطوا لها سي فري ممكن فما كومبليسيتي نتاع خوات اللي تلعب معناتها دور كبير اما الفيوجن ارتستيك هذيا ولا الالشيمي ارتستيك باش خلطولها قديش حبت لها وقت حبت لها برشا وقت هو احنا سيدين نعملوا موسيقى مع بعضنا من نحنا صغار دونك vraiment ça fait plus de 10 ans اللي on compose ensemble on produit des trucs ensemble on a fait aussi des concerts dans pas mal de contextes rire nous rajouni Kseni Marjoun et puis le jour où on a décidé de lancer le projet donc on a débuté step by step بشوية بشوية نشوف كل واحد c'est quoi le point fort نتاعو c'est quoi le point faible نتاعو et comment on pourrait être le plus complémentaire possible et ça a commencé en 2018 donc كل مرة on essaye des choses فما حتى des morceaux بدينا فيهم وطايشو ما on les a مرجعنا لهم شو on les a jamais sortis donc تعدينا بune période d'essai بعد بشوية بشوية بدينا نبني في les morceaux donc commençons par la composition بعد في الكتيبة on a collaboré avec pas mal aussi de lyricistes parce que j'ai découvert que انا finalement j'aime composer أكثر من اللي نكتب نحب نحكي حكايات à travers les mélodies et j'ai découvert que في تونس on a beaucoup de lyricistes et c'est une richesse de collaborer aussi avec avec des gens qui viennent d'un background différent ملي انت جاي منو دونك الولد نتاعكم اللي vous a inspiré قبل من خلال عديت لكم الغرام نتاع الموسيقى البيانو مثلا يظل تغرمتوا بيه غراس ا فوتغ مير ولا انتوما اللي اخترتوا فو بارون ومن بعديك الولده كانت حاضره في كتيبه واحد من لي مورسو نتاعكم بلوزيغ مورسو مورسو لو ما كنتوش اكتشفتوا الموسيقى اترافيغ فو بارون كيفاش كانت تنجم تكون حياتكم بعيدة برشا فريمون الحقيقة ما نعرفش كيفاش نجم تكون سعيد انت في الفينانس يظلي باش تكمل في الفينانس peut-être oui voilà médecine aussi parce que papa tbib donc j'étais aussi passionnée par la médecine mais ma papa راهو ما خلانيش نفس باش نخمو en fait de faire le choix à 5 ans انا déjà نلقى روحي نف dans ce classique
déjà donc tralt dans le domaine artistique. Selim aussi à 9 ans, c'est bon dès les cours de piano, kif bat la tali avec des cours de piano au conservatoire. Chorale, on faisait plein de trucs en parallèle, limite on n'avait pas le temps de rester là comme barbar chabit parce que نقراو كامل القرايه طول تتعدى تمشي تعمل cours de piano, تعمل les cours de danse نتاعك, des workshops aussi. Donc c'était vraiment صغر نتاعنا كان vraiment autour de l'art. اذا كان نرجع بيكم للذكريات, انتم موجودين مع بعضكم صغار قدام بيانو تحلموا ما نعرفش في بيت في سالة ما نعرفش وين كنتم موجودين بالضبط, اما في الفترة ذيك وقت اللي تبدأوا تعصفوا مع بعضكم وتدندنوا مع بعضكم واللي هو وتويك كي تشوفوا السن الكبار اللي طلعتوا فوقهم سليم عرجون, شنو تقول بينك وبين روحك؟ والله نفرح على الاخر خاطر كي كنا صغار احنا كنا نلعبوا برشا موسيقى في السالة, انا بيانو بيانا اللي تاو موجود دايوغ سنتونير عنده ان سون تري سبيسيفيك وهكا حتى لي مرسولي حتى ستريمز ولا حتى تراب وكلهم كومبوزي وزيدا بالبيانو هذاك من بعد معناها عاش معنا من الصغرة وكبر معنا وزيدا حتى لي مرسولي خرجوا من بعد كلهم كومبوزيو على البيانو هذاك. اي دوكو الحقيقة من الصغرة يافي سو غيف انو بارتاجو موسيقى نتاعنا مع الناس, معناها الغيف هذا موجود من الصغرى الحقيقه ملي الاج دو 15 ans نتذكر كان نبدا نتخيل نقول شخص الموسيقى انا نلعب فيها توا يسموها برشا عبيد ولا نبارتاجيها مع برشا عبيد خاطر نحب نبارتاجي ليموسيون هذيك. دونك من الصغرى فما لا باسيون بور لا كرياسيون, معناها ابار لا موسيك سي لا كرياسيون ولا ان نخلق موسيقى وتبارتاجها مع عبيد ويسموها العبيد. دونك من بعد توا عوام نجم نكون كان فرحان الحقيقة أنه توا فما برشا الناس تسمع في الموسيقى متاعنا وقاعدين نبارتاجيو في الميساج نحبو نوصلوه والإيموسيون نحبو نوصلوها للناس وقاعدة واصلة الحمد لله. كلمة ميساج وإيموسيون هذي توا نرجع لهم بعد هذي واحد هم انترفيو وحده نور عرجون وقتاش لو ديكليك صار ولا وقتاش البوم صار بينتكم الزوز قلتوا تيان سي بون ني في الثنيه صحيحه وماشيين للثنيه اللي احنا نحبوا فيها اني هو ليليمون ديكلونشور اللي صار ولا المومون بريسي هذاك اللي حسيتوا فيه اللي تيان احنا ماشيين في الثنيه باهي؟ اسمعني راهو كل ارتيست احسن بيريود عنده هي البيريود نتاع الكرياسيون. البيريود دو كرياسيون انت تبدا تخلق في حاجه اللي ما تعرفش ان فيت وين باش تهز. من ذاك اللي في ان مومون اي سيتي في الكرياسيون تاع ليكسنين خاطر اكثر مورسو قعد وقت بور كي سو برودوي. من ذاك الوقت احنا في الاستوديو سي بون المورسو قعد يخمر بشويه بشويه سي بون ان فيت انا نرا في البوبليك يغني معايا في يا لا لا يا لا لا يا لا لا سي بون ان فيت سي اون ايموشن راهي كبيره برشا. ودايوغ المورسو ذاك انت سالت سليم قلت له شنية احساسك بالنسبة لي ليك سنين مخبي كلمة توا كي صحت الحلمة في شقوقك سكنت نسمة وانتي ادرى باللي يصير ليك سنين تحب تسيح طاير وين يحب الريح توا باش تعمل المليح وتدور ظهرك وتميح ويا لا لا يا لا لا يا لا 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 خاطر سي سي سا ان فيت سي ريف كي دوفيان رياليتي يظل يقبل الوقت قبل الوقت وي ان فيت سي سا ودايوغ سي لو بروميي مورسو اللي نبداو بيه كل كونسير خاطر بالنسبة لنا وي الحلمة نحلموا بها عنا برشا واليوم قاعدة تتحقق بشوية بشوية واليوم عملنا 1% من الحاجات اللي نحبوا نعملوهم إن شاء الله اللي جاي خير إن شاء الله مزلنا نحن مزلنا نحن نور وسليم نور عرجون وسليم عرجون بكري سليم جبت كلمة قلت المساج لزيموشن مي صور موجه لكم زوز اليوم شنو تصلح الموسيقى؟ الموسيقى عندها رول كبير على السوسيتي جو تروف معناها احنا ديما نشوف الديب بارتي ديب نتاع الحوار لا معناها الموسيقى عندها ان امباكت ديريكت سور لا سوسيتي سور لي جون اللي هما المستقبل تاع البلاد. دونك احنا اترافير الموسيقى نتاعنا نحاولوا نوصلوا دي ميساج سوبتيل بور انسبيري لي جون باش حتى هما زيد يقعدوا يخدموا على الحاجه اللي يحبوا يعملوها باش ما يحسوش حاجه صعاب سهلوا لهم معناها الميساج تاع راهي بالحق اي حاجه تحب تعملها راهي تنجم تكون بوسيبل كان بالحق تحلم بها وتخدم عليها حاجات كيما هكا لا ميوزيك تنجم توصل الحكايه هذيا بمانيير تري سوبتيل معناها فهمت. ونحنا من الاول نخدموا على امباكت سوسيال عملنا ديجا اون تورني في تونس الكل وين حالينا
تونس 88 تونس 88 وهي حالينا دي كلوب دو ميوزيك وعملنا دي كونسير في لي ليسي نتاع تونس الكل من عام 2016 2021 لي كلوب هذوما التاو الكلهم اكتيف وشفنا كيفاش كومبوزيو في الموسيقى نتاعهم كومبوزيو في الموسيقى نتاعهم وشفنا الامباكت نتاع البروجي هذا شنو الرول نتاع تهج هكا بالحقد جو مانيير انكرويابل انا اليوم نجم نقول لك لي ما عادش عندي صحابي شوف في تونس جي بلو دامي كي فيف ان تونيزي سي تريست مي مي سي سا اي شيرش ان افنير ميور ايور دونك ممكن الميساج هذوما باش تعديو في الموسيقى سليم عرجون يا دي جونغ نتاع موسيقى فما بليزيور اونيفير اوريزون اذا كان نحلوا الموسيقى اليوم اون اناليز نعملوها للموسيقى موجوده في تونس نحس اللي فما موسيقى تتكونسوم للناس الكل فما موسيقى صحيح انتم وين موجودين؟ احنا موجودين في الوسط نحاولوا الحقيقة اترافير لي برودكسيون ميوزيكال نعملوا فيهم انه تكون حاجة اكسيسيبل فهمتني من غير ما نسمي لي جونر من غير ما ندخلوا في لي جونر نحاولوا ان توكا حتى في لي مورسو اللي خارج ولا حتى اللي خارجين بيانتو انه نعملوا حاجة ميوزيكالمون اكسيسيبل في الوذن ولي اي واحد ينجم يسمعها مي اون ميم تون ريش ميوزيكالمون دونك ذي الاكيليبر اللي نحبو ديما نلقاوه معناها نحبو موسيقى نتاعنا تكون محلوله على الناس على اللي باش تسمعوا اي واحد ينجم يسمعها مي اون ميم طون فما اون ريشيس ميوزيكال وفي الكتيبه زيد الحاجه اللي لاحظها فما لي ميلودي الحاجه اللي لاحظها فما لي تيكس اللي موجودين عندكم اما اذا كان نقول لكم حاجه ثالثه هي اللي تبني وتفورمي ليدونتيتي نتاع نور عرجون وسليم عرجون شنو تكون الحاجه الثالثه لي ميلودي فهمتها من عندها هي من عند نور خاطر قلت لي اللي تعمل تلقى لي ميلودي لي بارول عرفنا منين باغ كونتر فما حاجه ثالثه ناقصه هي البرودكسيون ميوزيكال ولي زارونجمون معناها كيفاش تخلق ان اونيفير سونور اللي كي تسمع من بعد تقول راهم هذم نور وسليم دونك هذه خدمه هذه حاجه مهمه برشا انه جونغ ديجا ديما كنا نقولوها قبل حتى ما تهبط الموسيقى سي تري امبورتون انه
En fait, à un moment donné, quand tu écoutes un morceau, mais les quatre notes, l'ouïe, la vave, tu dis, mais attends, tiens, c'est vrai. Ah, mais fais-moi حاجة, بلي كي ما انتربولي, ما نعرفش كي انا فهمت بالغلط ولا لا. في غنية أتيف, في غنية سريمز بلوتو, نحس كاينو صوت نور بعيد برشا, ما نعرفش اسكو سي فولو, اسكو فيها وراها حاجة ولا بعدت على الميكرو ولا ما فهمتش. إيه, بلاني معمول لي في هذاك. En fait, quand tu تلاحظ اول مخصو le voix تبدا يتعاودوا برشا, نحس كلي فما كلباك من تيلي, ما نعرفش سي جي في اون بون اناليز ولا لا. صحيح الاناليز الحقيقه, خاطر اللي في اللي عملته هو سي ان افي دوتوماسيون, انه الفوا تبعد وتتحل على الاسباس, معناها سي ان افي فولو, خاطر سا كري ان افي دو نوستالجي. ان فيت شفت حال, سي دي بتي ديتاي هكا معناها, مي سي ان كري ان افي دو نوستالجي على اللي فات. وي سي فري, دونك كيما نحاول جو كري اونتر معناها الكلام والكونتكست وكل, حتى ان رابور مع لي زيفي اللي نستعملهم, معناها فهمت. دونك سيتي ان افي فولو, معناها حبيت نعمل حاجه فريمون هولي, كلي تسمع تحس روحك في تدخل في اسباس كامل وتحس تروحك دخلت في حاجه تري نوستالجيك. بول ان فيت, سي اون بول معناها اترافير لي فوا, معناها اغنيه تاتيف او ستريمز, الاغنيه اللي عامله معناتها 3 ملايين واش معناتها فيو على على اليوتيوب. داروا البارح برك كنت فرجت وقت اللي تعديتوا في تي في 5 موند, تحكيوا على الاغنيه. اما السؤال, الاغنيه تعملت وقت اللي انتوما في فاز نتاع الداون على الاخر, اول ما بدينا ان فيت, اول ما بدينا بلوتو أول ما بدينا البروجي, مازلنا ما خرجنا كان تراب وقتها. بديتوا معناتها في التدام نتاعكم ماهو جو به وين كنتوا؟ لا الحقيقة لي وقتها بلوتو سيتي اون بيريود وقتها نحن قاعدين نبنيو في البروجي. اون فيت سيتي لو دونك فما تراب هبطت ان 2020, ما هبطنا حتى شيء ان فيت, اي بوي اون ا ديسيدي دو كومونسي لا ديستريبيوشن تاع الموزيك. Et en fait, le premier morceau d'Ihbat, c'était Streams. Donc, il y avait Houyem avant deux semaines. Et puis, Streams avec la sortie du film. Et Asman, il faut commencer quelque part. Les artistes, je ne sais pas les chiffres. Mais au début, je me disais, mais Asman, il faut ma bâche. Je disais, oui, je ne sais pas. Je ne sais pas les chiffres, mais qui fait que nous, 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 nous. علاش قلت لكم انتم في فاز نتاع داون, على خاطر المرسو ميلانكوليك بيتمعنى الكلمه, لي بارول فيهم شويه حزن, الموسيقى فيها شويه فرحه وشويه حزن, معناتها دونك tu dois te poser la question, معناتها كيف ظهرت الاغنيه هذه ولا علاه ظهرت الاغنيه هذه ولا فوالا فهمتني. هو فما حاجه سي قبل كل شيء, هي الاغنيه معناها لي بارول والموسيقى سونساسيون والموسيقى inspiré déjà من الحكاية تاع الفيلم. واضح هي ياسر حزينة الحكاية تاع الفيلم, فهمت. بيان سور تحاول تحط فيها الاتدام تاعك, راهو لازم تكون فرحان توا, ما يقعدوا معك لي زيموسيون اللي عشتهم قبل في حياتك وهذوكم اللي يخرجوا لك في الموسيقى, معناها فهمت. انا باغ اكزومبل ما نعرفش علاش انا عبد في الدنيا عبد فرحان ديما ضحوك وكل شيء, اما الموسيقى نعملها ياسر ميلانكوليك ديما جينيرالمون. دونك سا فيان من الحاجات اللي تعيشهم الكل, هذاك الكل اللي يتلم لك, راهو معناها شفت اللي نعملوا فيه توا سي لو ميكس نتاع لي زانفلونس تاع اللي سمعتهم تاع اللي عشتهم الكل قاعد يخرج, il se concrétise, معناها فهمت. دونك rien ne se perd, معناها tout se transforme. Oui. et en fait ça se transforme en musique. c'est très important que la musique نقولهم راهي ما تكذبش, c'est ton miroir en fait. خاطر ريت حتى في وسط كونسير وقت اللي تبدا ça va pas ولا كل شيء يظهر, تيتر وقت اللي انت tu l'interprètes ou يهبط على اليوتيوب مسجل et tout ce que tu veux, l'état d'âme الكل يتعدى. mais juste pour répondre à une question اللي سالتها, c'est mélancolique, je t'explique. allez, je rattrape. quand tu collabores dans un projet et خلياني donc pour un film par exemple, donc انتي, tu dois t'adapter aux instructions déjà du réalisateur. C'est une collaboration en étire mabinette les artistes et le réalisateur, où on تفرجوا في الفيلم نفهموا l'univers du film. Ensuite, on commence la création. Et d'ailleurs, Streams, c'est une collaboration d'Issart Mebinet, le réalisateur Mahdi El-Hemili, Houyem Aloui, qui a écrit les paroles, Selim Arjoun, le producteur, et Nour Arjoun, qui a composé. Donc, c'est vraiment
déjà il y a le fil et il y a le vécu نتاع اربع بيت donc imagine قداش قداش il y a une il y a tellement d'influence autour du process de création et c'est drôle على خاطر كنا محصولين بالوقت في في الكرياسيون والمورس هذاك تخلق في 48 heures en fait oui 48 heures كتيبة وكل شيء وبرود و... هو الحقيقة البارتي الأولى راهي 48 heures لو كوبلي لو ليني والرفران وبعد هي الفكرة بدات خاطر كانت محطوطة على سين على باز الموزيكا سين في فيلم ومن بعد كي سمعناها الكل وبعد كي سمعها مهدي وبعد البرودكتريس البرودكتريس مفيدة والكل قلنا والله نجمو نردو أغنية ذي بالحق يا أخي وقتها كملنا يا أخي كملنا في فيت أنا ديفلوبي لو مورسو من بعد هو الغفران قوي برشا معناتها الغفران كاتشي نطلب منك نجم نسمعوه نجم تغنيه نور طلب كان ما تحبش تغني أوكي داكو يا صفوة بالي يا ساكن في بالي عاللي صار عاللي صار نحكي وعاللي فات يا صفوة بالي يا ساكن في بالي عاللي صار عاللي صار نحكي وعاللي Oui, les années, je comprends l'aspect nostalgique à Peter Borch. Mais les années, c'est certain qu'il y a une fusion avec Zalma. Ou c'est un projet avec Zalma. Allez, je retarde tout Zalma. Par intuition. Pour le fait, quand on a fait les streams, on a fait un petit peu de trail. On a une partie de rap, on a fait un petit peu de morceau. Donc, on a fait le fait qu'on a fait un peu sur scène. Donc, من لي زارتيست وقتها كلي سيت وقتها ظلمه مزيكي بدينا خرجوا في الموسيقى فرت ان فيت ان فيت وي ان فيت ظلمه جو لي ديكوفير ان جانفي 2022 فرت بيريود اي وقتها مزي معناها الحقيقه وقت اللي انا سمعت فري ستايل 1 وقتها اللي هي عامله وقتها 3K دونك انا اول مخصو ظهر لي نو مش اول مخصو مي ان توكا سمعت فري ستايل 1 بعث له ميساج على انستغرام تصور انت عاملين التيلي قلت له كوكو حمزة راني تاو كنت أسمع في موزيكتك good luck بحق راك you're going places أنا نسمع خاطر برشا راب okay. ربي معاك كها وما مانيش صحاب نعرفوش بعضنا بعد أنا من با 3 موان تلفت نلقى حمزة ترشق en fait معناها قاعد يترشق وأنا نسمع فيه دونك سي اون بيرسون كو جيكوت مش ما هوش جوست عبد راندوم اللي متاع تقول نحب نخدم معاه okay. وتوا نخلي سليم على خاطر ساره ماما وسي وين سليم قال لي يا اخي مش تسمع برشا حمزه وين يعجبني دونك اش قولك نعملوا الحاجه هذه ولا وكانت على كونسير على باز معناها كنا وقتها باش نعملوا كونسير في الكومبلكس تاع مانزا 6 وقلنا باش نجيبوا انفيتي وطول خامنا فيه هو بالحق هكا راهو باغ انتويسيون قلنا نحسوا فما حاجه تنجم تلمنا والحقيقه راهي بالحق ان با لي او شيفر ال ني با احنا الحقيقه سي تري امبورطون انك تخدم مع ارتست قداش عامل اليوم في ستايل 1 ولا ليه قداش بلا عامل 3 ملايين مانيفيك نو مي لو تروك سي كو سي تري امبورطون انك تخدم كلمه وقت اللي كان عندي 3000 هذاك عامل 3 ملايين اي لو تروك سي كو سي امبورطون خاطر ساعات يصيروا دي كولابوراسيون باش لي ارتست هذا عنده دي شيفر هذا عنده دي شيفر جوست على لي شيفر الوغ كو راهو سي تري امبورطون نرجع لك الموسيقى هي الميوار نتاعك انك تخدم مع ارتست تتفاهم انت وياه وترتاح له بالحق موسيقتك موسيقته تعجبك خاطر سينو راهي الموسيقى مش باش تحس سينو راهي العباد باش تقول لك تبلي شنو هي الكولاب اللي عملوها تحس تفهم راهي العباد راهو اكثر انا بالنسبه ليا سي ان روبير البوبليك يكذب عليك يقول لك البوبليك ما يفهمش البوبليك يفهم احساسكم وانتم ماشيين للبوبليك نتاعكم وطالعين على ركح مهرجان كارتاج ما نعرفش ليلتها كيفاش عشتوها فكل تونيل الصغرون هذاك باش تطلعوا للسين كيف اذا كان نسالكم شنو الاحساس اللي حسيتوه قوش عليك في حلمه في بالحق هذيك الاحساس معني شفت كي طلعنا سور سين ولعبنا سور سين وبعد خرجت كل قوش عليك كنت تحلم بالحق راه مش تحلم ما كنت راقد تحلم وبعد قمت على حلمه بالحق سيتي انتنس سيتي تري 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 انتنس وفما فما ان افي تاع دوبامين عمري ما حسيته في حياتي
بالحق سيتي تري تري انتنس مع حس العبيد مع الموسيقى بالحق سيتي بالحق من لي مومون فور الحقيقه كان فما برشا خوف و ريسبونسابيلتي انورم خوف من رواحكم خوف من البوبليك والله ماهيش من رواحنا مي بلوتو خوف من الحكايه ككل تحسها بالحق اختها حاجه كبيره معني باش تصير في الكارير نتاعنا معني باش نطلعوا على روح كارتاج ماهيش سا بو ميم ديفينير معناها تا كارير خاطر كوم تو بو فير كوم سا كوم ماتاش تطيح شوت دونك سي سي اون ترانزيسيون اكزاكتومون سوا باش تهزك سوا باش تطيحك معناها دونك هذه دوله عطاتك معناها عطاتك ثقه دوله عطاتك ثقه نتاع اي ان فيت فما اون ريسبونسابيلتي نتاعنا نحنا وليكيب اوسي اللي تخدم معانا وزاد حتى سور لا سين ارتستيك باسكو دوله عطات ثقه في دي جون دونك كان احنا زاد اون اسيور با ليلتها وما نعملوش احنا جو que ça soit pas une soirée réussie bah en fait les artistes limbard nazedak en houma puis diom l'opportunité puis atlaw kayna hna sakro alihom bibin sakro alihom bibin aussi là, c'est très important donc mais hak dina ka haja nta raw bach on doit faire un impact bach hakika bel hak nsidou nemnou bel les jeunes natihom akther fouras maana w d'ailleurs hadik ach sar am limbard kaynou fama zeda des jeunes fi Carthage واكثر من العاده اي سافي تري تري بليزير واكثر توينس زيد كانوا اي وان شاء الله ان شاء الله نهار يولي كارتاج 80% pourquoi pas 90% des tunisiens on a des talents بيلي ايليش كان جيت في تونس يطلعوا على كارتاج خديما تستعملوا ليكزامبل نتاع بيلي ايليش كان جيت في تونس تنجح زعما بيلي ايليش تنجح وي تنجح ولا ما خليوهاش تنجح هذيك على سألت أنا سؤال متاع بيلي ايليش خاطر هي وخوها عملوا امباكت وبدلوا وغيروا تحب ولا تكره اون بو با نيسا اليوم نور وسليم عرجون هل نجحوا باش يبدلوا حاجات؟ ان شاء الله فما حاجة je peux pas te dire un oui l'arqiqa نتصور on est pas dans une position de dire un oui et مازلنا في اول ثنيه زيد راه الامباكت نتصوروا توا اللي عملناه سا ان بوتيت امباكت هاك مي توا يمشيو باش يمشيو ويكبر ان شاء الله بالعوام بالخدمه خاطر لازمك تكمل تخدم راه وما فو با سي دير عملت كارتاج ولا un morceau ضرب ولا deux morceaux ضرب c'est que c'est bon tu es une star ولا non faut travailler faut toujours continuer à travailler c'est à long terme et c'est à long terme l'impact تنجم تعمل امباكت في وقت قصير ويوفى ما يصيرش كونكريتمون الامباكت مي فما كلمه مهمه برشا واللي نجمو نستعملوه في اي نوع تاع بروجي لي كونسيستنسي معناها انك تبدا حاجه وتقعد تخدم عليها ا لون تيرم وقتها تبدل حاجه يقولك سهل انك سي فاسيل دو بيرسي اما سي ديفيسيل كونك باش تعدي ايه باش تخلي نفس النيفو هذاك شعندكم جديد سليم عرجون ونور عرجون شنو يستنى فينا بروشينمون Donc on a déjà un morceau qui m'a douche pas chamelle bot en collaboration avec Netflix Mena. Okay. Donc il est disponible le film sur la plateforme اسمه Ras Bras. Okay. Donc on a battu un morceau اسمه رئة ثالثة Third Link. Oui. بالعربية الفصحى expérience جديدة وروح جديدة حابين نجربوها في البرودكسيون في الكتابة زاد لي خالتي نوجه لها تحية بويت هي اللي كتبت لي بارول. مونيا جلال. مونيا جلال. Ouais. Et puis, Inch'Allah, Zidane, un morceau Pierre Bot très bientôt avec la sortie d'un film lié au Esmo Banker de Nidal Chata. Selim, Zidane, mal la musique, toute la musique du film. Je pense que Selim, il faut que je me من وقت ايتما معناتا ليفوليسيون تاع سليم شد عليه انا وتبعت اخويا سنين وسنين خاطر خويا مراو بالحق تبارك الله عليه وانا جو دي توجور كو جو سوي تري شانسوز
de travailler avec une personne aussi talentueuse. Bahar, c'est il est incroyable. Les Bahar, parce qu'il y a le projet. Tu m'inspires, Bahar. Dima Farhan, il est de Mac. Voilà, c'est un plaisir déjà. Nijina Bardé, Kesmeri. Partagé. Inch'Allah, enfin, ma Jdid, Pierre Bot, qui m'a appelé comme très très bientôt. Salut Marjo. Merci Ismaël l'invitation. C'est toujours un plaisir à l'inam l'interview. عرفت كل عام هكا انترفيو هكا كل عام نعطيو عنوان في الكارير. دونك كيما قالت نور ان شاء الله 2024 تكون بورت الحاجات جدد اللي باش يهبطوا حاجات انا برشا حاضروا فيهم و 2024 ان شاء الله شالي يكون تخامبلان بالنسبة لكم انتوما. ميرسي انفينيمون نور عرجون. ميرسي بوكو سليم عرجون. فرحان برشا اللي كنتوا الضيوف نتاعنا. الانترفيو كامله تلقاوها على الباج فيسبوك موزايك اف ام ديسبونيبل. بعض اللحظات تكون موجوده على الشين يوتيوب نتاعنا موزايك اف ام. معكم كما كل ليله حتى نصف الليل. راجعين بعض لحظات.